مساء الفل، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شباك حارتنا. وحشتوني جدا من الحلقه اللي فاتت. انا بعتذر عن عدم تقديم حلقه يوم الاربعاء اللي فات، يعني كان في بعض المشاكل الصحيه. زي ما عودناكم برنامجنا من الشباب وللشباب، فالنهارده حلقه النهارده ان شاء الله هتكون برعايه الشباب الموهوبين اصحاب مشروعات صغيره. بس المميز في الموضوع وسبب نجاحهم ان هم ليهم طبع خاص بيهم، يعني مش مميزين بحاجة معينة، مميزين بشغل مختلف عن غيرهم، وهو ده سر نجاحهم. معايا أول بنوتة وهي الأستاذة شيماء سالم. الحقيقة أنا اللي طلبت منهم أني أعرض صور لشغلهم، لأن أنا حسيت أن شغلهم مختلف. معايا أول بنوتة اسمها شيماء سالم، وهي مدرسة وصاحبة براند شيما سكارف. شيما سكارف ده للمحجبات، بتعرض، هنشوف صورهم دلوقتي، بتعرض بتبيع، يعني هي كانت الاول بتبيع اونلاين، ولكن اصبحت تدرجت في الموضوع لحد ما بقت صاحبه براند وسمته شيما سكارف. شيما سكارف بتصنع طرح للمحجبات بخامات مختلفه واشكال مختلفه والوان مختلفه، وبندانات وتربونات ومكملات حجاب. الحقيقة عجبني شغلها جدا، واحنا هنستقبل منها مكالمة بس كمان شوية لحد ما تجيلنا. تمام، معانا. الو الو، اهلا، ازيك يا استاذة شيماء؟ ازيك يا دكتور، عاملة ايه؟ الحمد لله. كلميني بقى عن شغلك، ازاي بدأتي في مجال البراند ده، يعني ازاي بدأتي الاول؟ انا اساسا كان عندي محل عادي زي اي حد عنده محل، تمام. ببيع عادي للناس في الشارع. كنت بدأته في 2008، وبعدين كانت زي كده هواية، ان انا بحب الايق الالوان على بعضها، اخرج مع صحابي بنشتري هدوم، فبعرف انقي طرحة كويسة، فالموضوع يعني جه معايا بشغل. بعدين استمريت في الموضوع ده لغاية 2015، وبعدين لظروف والولاد وكده قفلت المحل. بعد كده ما قدرتش يعني اقعد من غير الطرح بصراحه، يعني انا بعشق الموضوع ده، عشق والالوان والخامات. طبعا هي الطرح اصلا هو الفينشنج بتاع اللبس، فيعني مظهر البنوته بيبان من الطرح اللي هي لابساها اساسا، هي روح الطقم. يعني بالزبط. الطقم ممكن تخفيه ممكن تنوري بطرحه. بعدين بدات بقى اشتغل اونلاين علشان اقدر اوفق بين ان انا اشتغل مدرسه وكمان البيت والولاد. وبعدين جاتلي فكرة ان انا اعمل ديزاينز مختلفة عن اللي موجودة في السوق، يعني اللي موجود جدا في السوق كله متكرر. قوليلي انتي اصلا ازاي عملتي براند لنفسك، يعني هل بتستوردي خامات مثلا وبتوديها مصنع، يعني عندك مصنع، ولا البراند بقى باسمك ازاي؟ في الموضوع لغاية ما وصلت، لا الحاجات موجودة في القاهرة مستوردة، بس موجودة في القاهرة. بتبقي انتي عارفة المستوردين مكانهم، وبروح اجيب القماش المعين اللي المفروض ان هو خامته كويسة عشان يعيش بقى، لا ينسل ولا يفتل ولا الالوان تطلع منه ولا كده. وبعمل انا معظم شغلي في الديجيتال، يعني الطباعة الديجيتال مش طباعة عادية. الطباعة الديجيتال دي بيبقى اشكالها كتيرة ومتنوعة، وانت بتعملي ديزاينز بنفسك او بتجيبي مثلا ديزاينر متخصص في الموضوع بيشتغل معاكي على الموضوع ده، واللوجو والمقاسات والتصنيع والالوان وايه اللي موجود دلوقتي وايه اللي شغال دلوقتي وترند، يعني عشان دايما احنا بنرتبط بالموضه بتاعت الهدوم، يعني مثلا الازرق موضه السنه دي، يبقى احنا هنصنع حاجات معظمها تدي كده. التايجر مثلا يبقى احنا هنعمل حاجات هتليق على التايجر. كنت لسه اسالك ايه اللي طالع فاشن السنه دي، الالوان والخامات، قولي لي الخامه اللي طالعه موضه ايه؟ في الطرح الخامات الكريب ديجيتال هو اكتر حاجه شغاله. طبعا الساده ما بيمشيش قوي في الشتوي، لان معظم لبس شتوي بيبقى ساده اصلا، تشتري جاكيت او تي شيرت بيبقى دايما لبس الشتاء بيبقى ساده، ما فيهوش الوان كتير، فدايما الطرح اللي نازله بتبقى مشكره. النازل السنه دي قوي الشتاء ما كانش فيه الوان غامقه ولا الوان دافيه ولا
ولا اللي احنا متعودين عليه. الشتاء السنة دي كان كله أزرق وموف وأخضر وألوان كلها يعني صريحة، تمام. فعشان كده هتلاقي الطرح معظمها موجود في السوق حاليا، حاجات مشجرة بتدي على الحاجات يعني على الألوان دي. حتى لو تايجر هتلاقي فيه مثلا ايه لمسة كده من الأزرق، لمسة من الأحمر. في موديلات كتيرة بتليق يعني على الهدوم، لأن طبعا كل حاجة بتكمل بعضها. أكيد. طب انتي قوليلي يا شيماء، بتسوقي لنفسك ازاي دلوقتي؟ انتي خلاص قفلتي المحل، فشغالة ايه؟ من زمان، من 2015 بشتغل على عندي جروب على الفيسبوك وعندي قناة على التليجرام بسوق فيها بقى للبراند بتاعي للشغل الجملة يعني، اللي واللي ايه؟ بيحتاج قطعي طبعا جروب الفيسبوك موجود جروب الفيسبوك اسمه ايه؟ احنا اسمه كده كده حاجات هنحط لينك ومحتاجات. الجروب ان شاء الله بعد ما الحلقة تخلص، هحطها اوكي على صفحة عندي. اسمه ايه؟ اوكي اسمه حاجات ومحتاجات. حاجات ومحتاجات. تمام. لاني بحط فيه مثلا شغلي وبحط فيه كمان حاجات تانية تهم الاسم البنوتات اصلا او حلو كده. وطرحك تسلمي. شكلها جميل وشيك جدا ولفتت نظري، فصممت ان انا اعلن عنها في الحلقة. تسلمي يا دكتور تسلمي يا تاني. شيماء، وبالتوفيق، بتمنى لك كل التوفيق في شغلك وتنجحي اكتر واكتر وتحققي كل نفسك فيه. تسلمي يا دكتور. مع شكرا. السلامة. مع السلامة. معانا تاني موضوع معانا النهارده الدكتوره نوره عبد الفتاح، وهي زميله صيدلانيه الحقيقه، ولفت نظري جدا ان هي بتعمل شغل مختلف. بتعمل اكسسوارات هاند ميد. على فكره اكسسوارات الهاند ميد هي يعني موجوده في موجوده حوالينا كتير وبنشوفها كتير، ولكن هي ليها كده تكه معينه وليها تغليفه معينه للفينيشنج زي ما بيقولوا. مش عارفه هي معانا على الخط. تمام. ازيك يا دكتوره نوره؟ اهلا، ازيك يا نوره، اخبارك ايه؟ عامله ايه النور ده؟ الحمد لله تمام. قولي لي، انت عندك هوايه الهاند ميد من امتى؟ انا مش سامعه ليه؟ الهوايه ان انت تصنعي حاجات بنفسك من امتى عندك؟ في مشكله في الصوت؟ ايوه تقولي ايه بقى؟ اتفضلي. بقول لك الهوايه انك تصنعي حاجات بنفسك، الفيديو ايوه. معروض معانا على الشاشه. قولي لي الهوايه دي عندك من امتى؟ انا كل اصلا بحب كل حاجه عباره عن هاند ميد يعني، فبدل الاول اعمل اكسسوارز لنفسي، وبعد كده اشتغلت حبه كروشيه، وبعد كده رجعت ثاني اعمل اكسسوارز بس يعني جيع بقى وكده. بقالي تقريبا 5 شهور. 5 شهور؟ 5 شهور اللي هو البيع. بدأتي يا نورة تعملي يعني تحققي ربح من الشغل ده؟ بدأ يتطلب منك؟ هي الاول الحكايه بدات بالعيله، البنات العيله والقرايب كده، وبعد كده بدات مع الوقت ده بيقول لي ده بيقول لي ده، فالحكايه بقت بقى يعني الحمد لله بقت بقى احسن يعني. انا لفت نظري قوي، وعلى فكره عجبني الفينيشنج بتاعك ان انت بتغلفيها بشكل كده شيك ولطيف برضو يلفت نظر العميل يعني. قولي ايوه لي انا بحب قوي الموضوع ده، فعشان كده بحاول بقدر الامكان ان انا اتميز فيه واعمله بحاجه مختلفه، بحيث ان انا اوصل للهدف اللي هو في الاخر ان انا ابقى عامله براند باسمي بقى. يعني بتحلمي ان انت يبقى ليكي براند باسمك برضو خاص بيكي. نفسي. طب قولي لي يا دكتوره نور، انت عندك صيدليه اصلا؟ كان عندي بس قفلتها بقى. قفلتيها ليه طيب؟ مش عارفه، ما حبيتش اكمل في كده يعني، كنت حابه ان انا اتجه لحاجه تانية والبيت بقى والحاجه، فكان احسن لي ان انا اخلص الهوايه اللي انا بحبها اكتر. طب قولي لي، هل واجهتي تريقه مثلا من الناس؟ اصل يعني بيتقال برضو صيدلانيه او دكتوره وبتشتغل في المجال ده، حد ضايقك بكلمه؟ حد مثلا اعترض في الاول عن الشغل ده؟ بالنسبه لي لا، بالعكس يعني، انا مثلا جوزي كان اول واحد شجعني ليا، شجعني جدا، وبعد كده اهلي، اختي وماما، وبعد كده كل الناس اللي حواليا، اصحابي، اول ناس اصلا خدوا مني كانوا زباين بالنسبه لي كانوا هم دول. وبعدين الموضوع بدا يعني مش عارفه، انا بحس اصلا ان معظم الدكاتره والناس ليها هوايات ثانيه مختلفه في الغالب خالص عن الكارير اللي هم بيشتغلوه. هو الحلو في الموضوع ان المجالين مختلفين عن بعض، فاهمه؟ يعني ده ايوه المميز. صيدلانيه ملهاش اي علاقه خالص بالاكسسوارات. هي بس هواية بس بحاول ان كلها انا اطلع بتصب فيها. في مجال واحد برضو، الشياكه والشكل الخارجي. اخبار الناس اللي بتنافسك ايه يا دكتوره نوره؟ هل والله انا مثلا بتعامل مع الكل. في ناس طبعا اللي هم اساسا شغالين من قبلك في المجال ده، اكيد
في ناس بدأوا يعني زي ما بنقول كده يقفلوا عليكي او يحاولوا يعملوا حاجات تنافس شغلك عشان ما تتعرفيش زيهم ولا ايه؟ لا هو في ناس بدأت تاخد البراند الحاجه قصدي وتحطها عندها على اساس هي ممكن تنافس زيها ويسيبوا اللوجو بتاعك وحاجات من كده. بس ده مش يعني كنوع من التقليد يعني. تقليد الحاجه اللي انت بتعمليها. هو ده ممكن ما فيش حاجه انها كويسه، ما فيش حاجه انت عملتيها وبدأت تلفت النظر بحيث ان في حد تاني ياخدها ويعمل زيها، دي حاجه يعني على قد ما تتضايقي يعني ممكن تبص لها من الناحيه الايجابيه شويه انها هي دي على فكره دي حاجه ايجابيه حلوه جدا اصلا، ان انت حد يحاول يقلدك ده معناها ان انت ناجحه. الحمد لله. فانا سواء الناس اللي هم الاكبر اللي بقالهم كتير وسنين في الموضوع ده انا بحاول اتعلم الكل بحيث ان انا اطلع يعني اشوف ايه هنا وايه هنا واطلع لاين خاص بي انا مميز بي انا مختلف عن اللي حواليا بحيث ان انا يبدا شغلي يظهر باسرع وقت اقدر احققه يعني. ربنا يوفقك. بتستوردي خامات ولا بتشتريها من مكان معين ولا بتشتري خاماتك منين؟ في الغالب بيبقى خشان الخليجية او الحاجات اللي هي الموجودة في القاهرة، بنحاول نجيب عن طريق جروبات اونلاين وبتوصل لنا لغاية هنا يعني. بس ايه رأيك في الفكرة المتخذة عن الاكسسوارز الهاند ميد او كده او شغل الهاند ميد عموما؟ في فكرة كده متاخدة عنه ان هو غالي، انت اسعارك عاملة ايه؟ لا والله بالعكس انا بحاول بقدر الامكان احط هامش ربح قليل علشان الحاجه تظهر بسرعه وانا اصلا بحب الشغل ده، فالربح المادي مهم بس كمان دي حاجه تروح للناس وتلبسها طبعا تنفذي الاوردر بسرعه، ده اهم من جدا اهم دلوقتي يعني في المرحله دي على الاقل. الى حد ما يعني الاوردر ما بتاخدش مني 3 4 ايام بكتير قوي بيكون واصل لصحابي يعني. انا بشكرك جدا يا دكتوره نوره، وانت مثال مشرف بصراحه، وبتمنى لك كل التوفيق في حياتك وفي شغلك وتحققي كل اللي بتتمنيه. الف شكر. معانا نموذج ثالث وهو تقريبا هو الحقيقه الشاب، يعني برضو احنا عارفين ان ممكن في بلدنا لو مثلا التعليم متوسط او كده ممكن الشاب ما يلاقيش شغل، فهو قرر انه يشتري سياره او عربيه ويعملها يخصصها لخدمه رجال الاعمال والسفريات. هيظهر لكم على الشاشه دلوقتي، يا ريت نشوف الصور والفيديو للاستاذ معاذ محمود. الحقيقه اللي لفت نظري بقى في الخدمه اللي بيقدمها الاستاذ معاذ ان العربيه ما شاء الله عليها فخمه، يعني تقريبا نوعها كيا سبورتاج، ودي وهو مخصصها يعني هو شاريها بالفخامه دي عشان تكون لخدمه رجال الاعمال وللسفريات، وده طبعا خدمه مميزه ومن نوع خاص. انا بتمنى لك هو ايه الو تمام. بتمنى لك كل التوفيق يا معاذ، هو الحقيقه مش معانا على التليفون ولكن بتمنى لك كل التوفيق يا معاذ. معانا النموذج الرابع، معانا النموذج الرابع للاستاذه نور الانصاري، وهي فتاه من الصعيد وشغاله فوتوغرافر. الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذه نور؟ تسلمي لي يا رب، حبيبه قلبي يا رب. اهلا بيكي، كلمينا عن شغلك يا نور. اولا انا بنت منتقبه من أسوان مركز إدفو، قرية بالذات اسمها قرية كلح الجبل. أنا بشتغل مصورة وفوتوغرافيك، فابتديت المجال بقى حواليا في القرية عامة. طبعا زي ما انت عارفة الصعيد واني صعب اني ولد يدخل يصور، تمام. فأنا ابتديت من الحتة دي بالذات، وبالأكثر المنتقبات يعني دايما المنتقبات بتبقى يعني صعب اني ولدي يصورهم طبعا أكيد. فانا دخلت في الحته دي بالذات فالحمد لله يعني. انت بادئه من امتى يا نور؟ انا حوالي 5 سنين بالظبط. انت عندك كام سنه اصلا؟ صوتك صغير قوي. لا صوتي، لا انا كبيره على فكره مش صوتي صغير. بقالك 5 سنين في المجال ده؟ ما جاء 5 سنين. ما واجهتيش صعوبات بحيث ان انت كتير طبعا من الصعيد؟ ما واجهتيش زي ما انت عارفه، زي ما انت عارفه الصعيد عامه. قولي لي بقى ايه الصعوبات اللي واجهتك في الاول؟ ازاي بنت اولا منتقبه وتدخل في المجال ده؟ طبعا المجال ده عندنا كله مجال صبيان. لا ما عندهمش ثقه ان ممكن البنت تطلع شغل حلو.
أكيد. لا ازاي العريس، لا انا ازاي واحده تصورني يعني، فاهماني ازاي واحده تصورني هيطلع منها حاجه حلوه. فالحمد كان لله يعني عندهم شك ثبت في ان وجودي. عندهم شك في ان البنت تقدر تطلع صورة حلوة. او مثلا ان انا اقفهم كادر حلو او اطلع البوم حلو للعروسه وللعريس. فالحمد لله ثبت وجودي، فالحمد لله يعني ابتدت ناس كتيرة كمان تجيني، فئات اللي هي لا في حد بقى غيور جدا على مراته، لا بنت افضل أكيد. تصورنا، فالحمد لله يعني. قولي لي يا نور، انت حابة توصلي لإيه في المجال ده؟ يعني طموحك إيه بقى؟ حابة تطلعي بره الصعيد، يجيلك أوردرات من بره الصعيد وكده؟ يا لو ريت جالك أصلا يعني، انا أوردر طبعا القاهرة اسكندرية يا هتطلعيه؟ ريت، اكيد طبعا، ما مش هيبقى اكيد عندك أي طبعا، مشكلة في لا طبعا الموضوع ده؟ خالص يعني. الحمد لله انا كلهم بيشجعوني، اصحابي واهلي، فطبعا لا اكيد طبعا نفسي انزل اسكندريه وانزل القاهره، وكمان اثبت ان بنت الصعيد تقدر تعمل كل حاجه، ده اكيد. تقدر تسافر وتقدر تطلع وتدخل، فما عنديهاش اي مشكله. ما عادش برضو زي زمان حتة التقفيل على البنات ده، بيتهيألي ما عادش موجود زي والله زمان. بصي، هو في بس قليل يعني، حتى لو احنا الحمد لله كلنا بناتنا كليات وجامعات، بس انت برضه خريجة في كلية حتة ايه؟ اللي مينفعش. خريجة كلية ايه يا نور؟ انا اعلام. اعلام، ما شاء الله. يعني احنا امين قريب يا ممكن رب، نلاقيكي معانا بقى. ده حلمي والله، بإذن الله. ده حلم ان شاء الله. أنا بتمنى لك كل التوفيق يا نور، وإن شاء الله تنوريني في حلقة في الاستوديو هنا ونتكلم بشكل أعمق عن المجال ده. بشكرك جدا يا نور، ألف شكر. نماذج مشرفة وشخصيات محترمة وتستحق الدعم. هنطلع الفاصل ده ونرجع على طول علشان نستكمل حلقتنا ونناقش التعليقات اللي كانت على السؤال المطروح على صفحة البرنامج، وهو ما هي أسباب سوء العلاقات في مجتمعنا حاليا. هنطلع الفاصل ده ونرجع على طول، استنوني. أهلا بيكم ورجعنا لكم بعد الفاصل. كنا طرحنا سؤال قبل الفاصل بيقول ما هي أسباب سوء العلاقات في مجتمعنا حاليا. الحقيقة التعليقات كتير والآراء كتير، هنحاول ناخد منها يعني أغلبها على قد ما نقدر. معنا تعليق من محمود الجندي بيقول عدم الثقة في الآخرين، يعني سبب سوء العلاقات إن محدش بيثق في التاني. سامي أبو الناس بتقول عدم الاهتمام بتعليم الدين، قلة الأخلاق بما فيها بقى سوء ظن، الغدر، الكذب، النفاق، النفوس السيئة، القسوة، كلها بتدور حوالين الأخلاق. أم مؤمن بتقول ضعف الإيمان وسوء النية وقلة الأخلاق وما يتبعها من مساوئ وحب النفس والكبرياء. إن الناس، بعض الناس طبعا مش هنعمم، بدأت تحب نفسها أكتر من غيرها وبتحب الخل نفسها أكتر من غيرها. أحمد عواد بيقول سوء الظن هي اللي بتخرب وتعكر الدنيا. عفوا. أسماء عطية بتقول ناس دايما بتفكر في الغلط وعايزينك انت تفكر ليهم بالصح، والنية دايما بتفكر في السوء، يعني سوء، بتتكلم عن سوء الظن برضو، ان هي عايزينك تلتمس لهم العذر وهم ما بيلتمسوش العذر. أحمد ماهر بيقول علشان ما فيش وسطية في العلاقات وكمان غياب الأخلاق. هشام صدقي بيقول ده بسبب قلة الأخلاق والتربية وانعدام الثقافة وتدني المستوى الاقتصادي. الحقيقة مش عارفة هنا موضوع تدني المستوى الاقتصادي، احنا اهالينا زمان كان برضو ممكن يكون يعني مستواهم الاقتصادي، ما الحياة كانت على قدها قوي، ومع ذلك الحمد لله ربنا يعني بنحب الخير لبعض وبنحترم الصغير، بيحترم الكبير، والكبير يعني بيعطف على الصغير اللي هو بيفوت له يعني زي ما بيقول. مع ذلك مش يعني الموضوع ده فيه كلام شوية يعني. محمد الشامي بيقول الغباء والغيرة. الحسيني بيقول بسبب تفشي سوء الظن، ايضا سوء الظن متكرر. ميدو الجوهري بيقول النيه اللي مش سالكه، سوء الظن برضو. عمرو الشحات بيقول المعاملات الماديه هي مختصر الكلام، قصده تقريبا المصالح، يعني انا اعاملك كويس لو في بيني وبينك مصلحه، مش هاخد منك مصلحه هتبقى المعامله مش تمام. ايمان علي بتقول البعد عن الدين ده الاساس، طبعا ده وجهه نظري برضو. فاروق العربي بيقول النوايا والقلب الأسود. زهراء حسن بتقول البعد عن الدين. أحمد الشريف بيقول الحقد والغل.
وسام الجمال بيقول الكذب والغدر، دكتورة مرمر بتقول البعد عن الدين، حمادة حسان بيقول لو كل واحد اتعاقب على تتبع الغير هنعيش الدنيا بخير. تعليقات كتيرة جدا كنت أتمنى أخدها كلها على قد ما أقدر. أحمد ياسين بيقول سوء التربية الإسلامية والبعد عن أخلاق الدين الحنيف، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا من وجهة نظري إن العلاقات سيئة بين الناس بسبب الانتقاد المتواصل وبسبب سوء الظن وبسبب إن بدأنا نتشبه بالغرب في إن كل واحد ماشي في سكة مختلفة عن التاني. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اللي ما شافش الحلقة يقدر إن شاء الله يشوفها في العادة الساعة 3 صباحا. هستنى أراءكم وتعليقاتكم على الحلقة على صفحتي على الفيسبوك وعلى صفحة برنامج شباك حارتنا. استنوني الأربع الجاي في نفس الميعاد وسؤال جديد وحلقة جديدة من شباك حارتنا. السلام عليكم. Thank you.